اهلا بكم اعزائي طلبه الطلبات التعليمي الفني، ومع حلقه جديده في تخصص ملابس الجاهزه. هنتكلم النهارده عن ازاي اواكب سوق العمل، وازاي اقدر احدد هدفي. واتمنى ان من الحلقات اللي فاتت ان احنا قدرنا نوصل احنا عايزين نوصل لايه، سواء كنت طالب خريج تعليم فني او كربة منزل هتقدر تعمل مشروع هتفيد نفسها بيه او تحسن بيها دخلها. احنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت، شرحنا في البطرونات وشرحنا البطرون الاساسي المسطح بالتفصيل، ازاي ارسم البطرون وخطواته ايه وازاي احط الموديل عليه. طبعا احنا خدنا انواع الاقمشه، الفرق بين الاقمشه المنسوجه والاقمشه التريكو. قلنا الاقمشه التريكو بتبقى اقمشه مطاطه بتاخد شكل الجسم، فما بتحتاجش الى بنس او تكسيمات، فعشان كده بعمل لها البطرون المسطح. النهاردة هنستكمل بقية رحلتنا مع أنواع البطرونات، وهناخد آخر حاجة اللي هو البطرون ببنس. البطرون ذات البنسات هو بطرون بيستعمل الأقمشة اللي هي النسيجية الغير مطاطة، والأقمشة دي بتحتاج إلى تكسيم على الجسم عشان تدي شكل الجسم وتدي شكل حلو. احنا عندنا البطرون الأساسي اللي هو الكورساج اللي ببنسات، في بنس كتير وفي أنواع كتير من البنس هنشرحها النهاردة بالتفصيل، وهناخد طريقة بسيطة وسهلة جدا في رسم البطرون، لأن هي معظم البطرونات اللي موجودة الخطوات بتاعتها بتبقى فيها تعقيدات وفيها خطوات كتير جدا، لكن احنا النهاردة انا اخترت لكم أبسط طريقة لرسم البطرون وهتطلع نتيجة كويسة جدا في التنفيذ. اتمنى ان انتوا تكونوا النهاردة يعني الخطوات اللي احنا هنختارها او الطريقة اللي احنا هنختارها تكون بسيطة بالنسبة لكم. هنشتغل مع بعض النهاردة رسم البطرون الأساسي للبطرون ببنسات، المرحلة الأولى اللي هو رسم الكورساج. هناخد الخطوات مع بعض النهاردة، هنشوف أنواع البنس الموجودة في البطرون. نبص مع بعض هنا رسم البطرون الأساسي للبطرون ببنسات، المرحلة الأولى اللي هي الكورساج. البطرون دوت بيبقى فيه أنواع كتيرة من البنس، عندي فيه بنسة الصدر، وعندي بنس الوسط، او عندي بنسة في الكم. كل ده حسب الموديل وحسب ان انا بستخدم اصرف بنسة الصدر في ايه. نشوف الخطوات مع بعض. اول حاجة طبعا هنعرف النموذج الاساسي اللي هو المسطح ببنسات، هو الذي يحوي البنسة الاساسية اللي هي بنسة الصدر، عشان كده بنقول عليه ايه اللي هو الكورساج او البطرون اللي هو ببنس. البطرون ده طبعا الاساسي عندي اللي هي بنسة الصدر. هو بنسة الصدر بيبقى متحدد لي الطول بتاعها، في بتبقى في الامام، والبنسة دي لازم اعمل لها تصريف علشان اقدر اعمل منها قصة او اعمل بنس بحيث ان هي تدي التكسيم بتاع منطقة الصدر ومنطقة الوسط. والبنسات الاخرى للامام والخلف، انا عندي بنستين في الامام وعندي بنستين في الخلف في الجزء العلوي في الكورساج، والبنسة بتتكمل مع الجزء السفلي في الجنيل. هناخد برضو انواع طريقة اخذ المقاسات بطريقة صحيحة، لان احنا عندنا البطرون دوت لو ما اخدتش المقاسات بطريقة صحيحة بيطلع فيه اخطاء في البطرون. طبعا انا عندي برضو هنا في البطرون في بنسة الكم، اذا كان كم طويل اي الذي يلائم جميع انحناء او ايه او في بروز او تجويف في الجسم، يعني انا البنسة دي بعالج بيها بعض العيوب الموجودة في الجسم. ده البطرون اللي بيستخدم بشكل عام في مصانع الملابس الجاهزة او في صناعة الملابس الجاهزة اللي هو البطرون الكورساج اللي هو ببنسات. ازاي بقى اعمل البطرون او كيفية رسم البطرون الاساسي للكورساج؟ ازاي هناخد طريقة الرسم. طب قبل ما اشتغل مش لازم اعرف يعني ايه كورساج، يعني انا بقول كورساج يعني مش لازم اعرف يعني ايه كورساج. فبقول الكورساج ده هو الجزء العلوي من الزي الذي يبدأ من الرقبة وينتهي عند الوسط، يعني الجزء اللي هو بيبقى الجزء العلوي سواء هيبقى بلوزة او هيبقى جزء من فستان او جزء من جاكيت، ده اللي هو بيتقال عليه اللي هو الكورساج. نكمل مع بعض. البطرون بقى هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن مساحة من الورق الشفاف مرسوم عليه موديل معين او جزء من الموديل طبقا للمقاسات مأخوذة او نموذجية. يعني انا البطرون ده انا برسمه لموديل موجود عندي
برسم له البطرون دوت، وبيبقى البطرون دوت بيبقى نموذج للشغل اللي انا هشتغله للموديل. واحنا قلنا دايما ان انا بشتغل كمنفذ للموديل وليس مصمم، احنا شرحنا ده بالتفصيل. يبقى انا ما باجي انفذ بنفذ الموديل بحرفيته، بشوف الموديل واعمل له تحليل كويس جدا، وبعد كده ابدا ارسم الباترون بتاعه عشان اعرف القصه هحطها ازاي. نكمل مع بعض. ويلزم لعمل الباترون طبعا بستخدم ليه مساطر سنتيمتر والمزوره من النوع الدقيق، يعني لازم يكون ايه المسطره بتاعتي دقيقه جدا ومقاساتها صحيحه. طبعا بستعمل مسطره خشب طولها متر واخرى طولها 30 سنتي، وده اللي احنا قلناه ان انا بستعمل مسطرتين مع بعض، مسطره صغيره ومسطره طويله. طبعا قلم رصاص، ورق لزق، دبابيس، ابر، مقص، كل دي الادوات اللي انا لازم ابقى محتاجها اثناء ما انا بشتغل ايه في الباترون عشان اجهزه للتعشيق. طيب كيفيه اخذ المقاسات بقى؟ طبعا احنا قلنا هنا في الباترون ده مهم جدا ان انا اخد المقاسات بتاعتي بطريقه صحيحه. ليه؟ لان انا لو الباترون لو انا مقاساتي اختلفت بيطلع الباترون فيه اخطاء، فلازم اتاكد ان المقاسات بتاعتي صحيحه تماما ما فيهاش اي ايه اخطاء، ولازم اعرف انا هاخد المقاسات لايه بالظبط عشان الموديل محتاج ايه. اول حاجه يلزم لاخذ المقاسات طبعا سنتيمتر من النوع الدقيق اللي هو ايه بنقول عليه المزوره او شريط القياس اللي احنا بنستخدمها. بنقول ان المزوره بتاعتنا دي مزوره شريط مرن لكن غير مطاط، يعني ما بيتشدش، لا عشان ما يغيرليش المقاسات بتاعته، وايه وشرحنا ده بالتفصيل قبل كده. نقطه الالتقاء، يعني ايه نقطه الالتقاء؟ يعني انا لما الف المزوره واخد المقاساتي في نقطه بتتقابل فيها المزوره مع بعضها، اللي هي الايه المقاس اللي انا باخده، الدوران اللي انا باخده، سواء دوران الصدر او دوران الوسط او دوران الهانش. لا دوران بالذات بتبقى ليها ايه نقطه التقاء بنقول عليها، دي بتتقابل فيها الايه المزوره مع بعضها عشان تديني ايه المقاسات مظبوطه. ولازم ان انا ما باجي اخد دوران الوسط ودوران الهانش او دوران اكبر حجم بسيب بيبقى المقاس فضفاض وليس ايه كما هو. ليه؟ عشان ادي راحه للمقاس وادي راحه للجزء الايه العلوي والجزء السفلي. اما الوسط فباخده بالظبط لان هو ده الوسط اللي بيتعمل عليه اساسه التقسيم، فلازم اخده الوسط ايه تمام. تعالوا نشوف مع بعض كده. فبقول نقطه الالتقاء هي النقطه التي تبدا من عندها المقاسات الاتيه، اللي هو طول نقطه الصدر، طول الصدر، طول الظهر، عرض الكتف، اللي هي اللي باخد منها الاطوال، وبعد كده باخد ايه برضو النقطه اللي باخد منها ايه العرض. طب تيجي نشوف بقى كده. وقد سميت نقطة الالتقاء لأن جميع هذه المقاسات تلتقي عندها، يعني أنا النقطة اللي هقيس منها الأطوال هي نقطة واحدة ما بتتغيرش، هي دي أساسي إن أنا باخد الأطوال من النقطة دي ما بتتغيرش. وتعتبر لها أهمية كبيرة ويجب مراعاة الدقة التامة عند تحديدها، ويلاحظ عدم تغيير موضعها أثناء أخذ المقاسات. يعني أنا لو هحدد إن أنا هاخد الطول من عند عظمة الرقبة السفلية يبقى انا هاخد الطول كله من عند النقطة دي. لو هاخد الطول من عند نهاية الكتف من عند الرقبة من فوق يبقى انا هاخد الطول من عند ايه نقطة التقاء الكتف مع الرقبة، يبقى هو ده الطول هبدأه من هنا. يبقى انا لازم احدد النقطة بتاعتي بتاعت التقاء، يعني ايه يعني ايه انا هقيس طول من انهي حتة بالظبط، دي لازم اكون محددة قبل وانا قبل ما اخد ايه المقاسات. نكمل. دي المقاسات بتاعتي اللي انا بقول الشكل الامامي للجسم والشكل الخلفي للجسم. يعني انا لو هاخد المقاسات من الامام باخدها ازاي، وبتبقى في الخلف وضعها ازاي. طبعا احنا ما باجي اخد دوران الصدر باخد دوران الصدر من منتصف ايه الصدر من اعلى، يعني منتصف الظهر زي ما احنا شايفين كده. لو هاخد دوران الوسط بيبقى على الوسط بالظبط، لو دوران اكبر حجم بيبقى ملعد اللي هو من عند خط الجناب. الاطوال عندي زي ما احنا شايفين كده ان طول الوسط طول الظهر باخده من عند النقطة الالتقاء اللي احنا محددينها اهي، ان هي باخد من عند الرقبة السفلية عظمة الرقبة السفلية في الخلف لغاية نص الظهر اللي هو خط الوسط. وطول البنسة باخدها من عند الكتف لغاية
مرن ببوز الصدر لغايه ايه نقطه الوسط، وبعد كده باخد الطول الكلي يعني طول الجونيلا او طول البنطلون، باخده من خط الوسط على من خط الجنب كده لغايه ما الطول اللي انا عايزه من عند الرجل. طبعا دوران الذراع باخده من فوق زي ما احنا شايفين كده، هو ده كده مقاس دوران الذراع اللي باخده. دي المقاسات، طريقة أخذ المقاسات احنا شرحناها بالتفصيل في الحلقة اللي فاتت، برضو بنكررها تاني عشان ايه يبقى مراجعة لينا للجزء اللي احنا بنشرحه بتاع الكورساج. طيب هنيجي نشوف ايه هي الدورانات والحرادات اللي انا باخدها او المقاسات اللي انا باخدها ايه واللي لازم موجودة تبقى موجودة عندي. طبعا محيط الرقبة ده بقول ان هو اساسي، لان انا بعمل ايه، بعمل من خلاله تنظيف الرقبة، سواء اذا كنت هركب للرقبة ياقة او هعمل لها تنظيف بيه او كده، فلازم يبقى ايه دوران الرقبه بيبقى عندي في حاله لو انا هركب كولا، هركب بيه، هركب هاي كول، يبقى حسب ما انا ايه عايز. محيط الصدر طبعا عندي هنا اللي هو الدوران حول الصدر، محيط الوسط اللي هو الدوران حول ايه الوسط، محيط اكبر حجم اللي هو اللي هو الدوران الدائري الارداف، محيط الفخذ ده لو هعمل بنطلون او لازم يكون عندي دوران الفخذ، محيط الركبه اللي هو عشان خاطر لما باجي اقعد او باجي اقف مكان الركبه يبقى مريح عندي في البنطلون، طول الظهر طبعا، طول الصدر اللي هي طول البنسه بتاعت الصدر، بعد كده طول الجاكيت اذا كنت اعمل جاكيت او بلوزه، وطبعا الجاكيت بيبقى بعد خط الجنب او لغايه خط الجنب. يعني انا عندي دي الاطوال الاساسيه بتبقى موجوده في الباترون اللي هو طول الوسط وبعد كده طول الجنب، لان طول الجنب ده اللي بيحدد لي طول البلوزه او طول الجاكيت انا هاخد بعد طول الجنب قد ايه، ولا هعمل الجاكيت والبلوزه لغايه خط الجنب. بعد كده طبعا عرض الكتف، وده بيبقى من بالنسبه لي مهم جدا عشان احدد الكتف بتاعي مسافته قد ايه، وعرض الظهر بيبقى بيتقاس عرض الظهر كله الايه مسافه نص الظهر الى ايه للذراعين، يعني انا باخد من مسافه الذراعين لغايه ايه نص الظهر. بعد كده عندي طول الفستان، وده لو انا حسب الطول اللي انا عايزه باخده من ايه من الطول الكلي لغايه الديل زي ما انا عايز بقى، الطول تحت الركبه فوق شانيل قصير طويل على الركبه كده. طول الكم طبعا احنا بناخده من اول العظمه بتاعه الكتف الى المفصل بتاع اليد، عشان اعمل لو كم طويل لو كم قصير بيبقى لغايه ايه الكوع او فوق الكوع او تحت الكوع حسب برده ما انا عايز. بعد كده عندي محيط الذراع، طبعا احنا شفناه بقول هو الطول الدائري حول اعلى الذراع تحت ايه تحت الابط، طبعا ده كله اللي احنا ايه المقاسات اللي احنا بنقول عليها. بعد كده الطول الكلي للبنطلون، وده بيبقى من ايه من بداية الوسط لغاية القدم الاسفل. دي الاطوال اللي احنا بنحتاجها او اللي انا بتبقى المقاس عندي، وده بتبقى حسب الموديل اللي انا هنفذه. يعني لو هنفذ بلوزه ببقى بشوف انا محتاج ايه بالظبط واقيس، لو هنفذ جاكيت، لو هنفذ فستان، هنفذ بنطلون، هنفذ جونيلا، يبقى لازم الاطوال دي هي دي القاعده الثابته، الاطوال الثابته اللي انا ايه المقاسات الثابته اللي بتبقى عندي اللي انا بقى ايه باخدها للقطع الملبسيه عشان اقدر اعمل البطرون. نكمل بقى مع بعض كده عشان اعمل البطرون اللي هو الكورساج. ايه هي الخطوات الاساسيه اللي انا هعمل على اساسها البطرون؟ احنا قلنا ان انا هشتغل بقاعده ثابته، قوانين ثابته للبطرون، قوانين دي هي اللي بشتغل بيها البطرون حسب المقاس، يعني اي مقاس هيجي لي انا بشتغل بالقانون ده ثابت عندي، باخد القانون وبطبق عليه الايه المقاسات بحيث ان هو ده القانون بتاعي اللي لازم ايه ابقى حافظه عشان اعرف ارسم البطرون بطريقه صحيحه. يبقى انا لازم اكون عارف عشان اقدر ارسم بطرون، اكون عارف ايه، عارف القياس بتاعي المقاسات بتاعتي واخدها بطريقه صحيحه، القواعد والخطوات الاساسيه لرسم البطرون عشان اقدر ارسم البطرون بطريقه صحيحه. تعالوا نشوف مع بعض كده.
اول حاجه هنفرد بعض المقاسات. احنا طبعا اخدنا جدول المقاسات قبل كده وقلنا ازاي اطلع المقاسات من جدول المقاسات، او ان انا مثلا ايه جايلي زبونه هنفذ لها الموديل، فباخد المقاسات من برفع المقاسات من ايه من على الجسم مباشره. فاحنا هنفرض المقاسات اللي احنا نشتغل بيها، هقول ان محيط الصدر 96 سنتي، محيط الوسط 72 سنتي، طول الصدر 43.5، طول الظهر 42 سنتي، عرض الكتف 13 سنتي، عرض الظهر 18 سنتي، عرض نقطتي الصدر 20 سنتي. طيب نشتغل. اول حاجة هرسم باترون الخلف، يعني هرسم الباترون هنا برسم باترون الخلف لوحده وباترون الامام لوحده زي ما رسمنا الباترون المسطح بالظبط. اول حاجة هعمل مستطيل، المستطيل بتاعي ده هيبقى ألف ب ج د، طوله بيساوي ايه؟ طوله بيساوي طول الظهر، وعرضه بيساوي ربع محيط الصدر. يعني انا هنا هاخد طول الظهر، طول الظهر عندي كام؟ 42 سنتي، وعندي محيط الصدر كام؟ 96 سنتي. هو قال لي هاخد ربع ال 96، يعني ال 96 دي اقسمها على الاربعة، واللي هي الناتج اللي هيطلع هروح ايه عاملة بيه عرض الباترون. يبقى اول خطوة عندي هنا هرسم المستطيل بتاعي اهو، عرض الباترون بيساوي ربع محيط الصدر وطوله بيساوي طول الظهر. يبقى اول خطوة رسمتها ان انا رسمت الباترون عرضه بيساوي ربع محيط الصدر وطوله بيساوي طول الظهر. نكمل. هقسم المستطيل بتاعي ده اللي هو عرض الباترون اقسمه على 3، وهيطلع لي 3 خطوط. يعني انا هقسم الباترون بتاعي ده على 3، بعد ما اقسم الباترون بتاعي على 3 هيطلع الشكل ده، والتلات مقاسات متساوي، فهيطلع لي كام؟ كام خانة؟ 1 2 3 4، يطلع لي 4 خانات بعد ما قسمت الباترون على 3. يبقى انا اول حاجة هاخد عرض الباترون ده اللي هو اي ناتج هيطلع لي واقسمه على ايه؟ على 3، واعمل خطوط وهمية زي ما انا عاملة كده في الايه في الرسم. اي خط مش اساسي عندي في الباترون بعمله خطوط وهمية، لان انا الخط ده هو اللي بيساعدني على رسم الباترون، وليس ان انا هستخدمه في ايه في كخطوط باترون، لكن هي دي خطوط مساعدة بتساعدني في رسم الباترون. طيب نكمل. برسم خط بمقدار نص طول الظهر زائد 2 سنتي، يعني انا هقسم الباترون بتاعي بالعرض بحيث ان انا اعمل ايه؟ اعمل خط ارتكاز حردة الابط زي ما شرحناها في الايه في الباترون المسطح. ان انا بس هنا انا هاخد نص طول الظهر وازود عليه 2 سنتي، وازود عليه كام؟ 2 سنتي. يعني طول الظهر عندي لو هو 42 واقسمه على الاتنين هيبقى 21، واروح مزود عليه 2 سنتي هيبقى ايه؟ 23 سنتي. يبقى انا هنزل مسافة 23 سنتي عشان اعمل خط ايه؟ خط نصف الظهر اهو. كده انا قسمت الباترون بالعرض اهو، اللي هو اخدت طول نص طول الظهر زائد 2 سنتي. يبقى انا هنا عملت ايه؟ عملت الباترون، عرض الباترون وطول الباترون، قسمت الباترون لاربع اجزاء. بعد كده عملت قسمت الباترون تاني بخط ايه ارتكاز الابط عشان اعرف اعمل ايه. الخط ده بعمل عليه حاجتين، بعمل عليه خط ارتكاز البنسة وخط ارتكاز حردة الابط. يبقى الخط ده انا بستخدمه لحاجتين، خط بحدد عليه عمق الابط وبحدد عليه خط البنس. نكمل. بعد كده هقيس بمقدار 1 سنتي ماشي، واعمل خط منحني يصل اسفل نقطة الف بمقدار نص سنتي. يعني ايه؟ يعني انا هقيس 1 سنتي. هقيس ال1 سنتي دي منين؟ تعالوا نشوفها مع بعض كده. هنا بقول نضع نقطة 1 يسار نقطة لام بمقدار 1 سنتي، وارسم من خط النقطة خط منحني يصل اسفل نقطة الف بمقدار 0.5 سنتي. احنا هنا الخط اللي هو الاولاني ده طبعا هو الخط مش باين عشان معمول منقط، انا بعمل حردة الرقبة الخلفية عشان اعمل حردة الرقبة الخلفية. جيت من الخط الاولاني اللي هو ناحية ايدي اليسار ده ودخلت 0.5 سنتي، ودخلت ايه؟ 0.5 سنتي.
ونزلت 1.5 سنتي من ايه، من خط نصف الخلف. فانا كده دخلت واحد سنتي من الخط الوهمي، ونزلت 1.5 عشان اعمل حردة الرقبة الخلفية. هاجي بقى كده اشوف شكلها، ادي بقى شكلها اهي بعد ما عملت الدورات. انا دخلت 1 سنتي من الخط الوهمي، وبعدين نزلت 1.5 سنتي عشان اعمل حردة الرقبة الخلفية. يبقى دي اول خطوة عملتها في الباترون. دي اول خطوة عملتها في الباترون اللي هي ايه، حردة الرقبة الخلفية. دخلت من الخط الوهمي 1 سنتي، ونزلت على خط نصف الخلف 1.5 سنتي عشان اعمل حردة الرقبة الخلفية. طيب هنا حردة الرقبة هنا بعد ما اتعملت، انا الخطوط الوهمية اللي انا حطيتها دي ساعدتني عشان اعمل اول خط في الباترون. يعني انا كده يعتبر الخطوط الوهمية اللي انا عملتها اللي قسمت بيها الباترون هستخدمها في رسم الباترون، يبقى مش هعمل الخطوات الكتير اللي انا بشوفها في الباترونات التانية. هنكمل مع بعض. ضع نقطة 2 أسفل نقطة نون بمقدار 4 سنتي، ثم أوصي نقطتي 1 و2، ومد هذا الخط إلى اليسار قليلا، ثم حدد عليه عرض الكتف وضع نقطة 3. أنا كده هحدد عرض إيه، خط ميل الكتف. يعني أنا عايزة أحدد إيه، خط ميل الكتف. حدد خط ميل الكتف إزاي؟ هاجي هنا أهو على آخر الخط الوهمي اللي أنا شايفاه ده، هنزل منه 4 سنتي. هنزل منه قد ايه؟ 4 سنتي. واروح موصلة نقطة حردة الرقبة الخلفية بالنقطة اللي انا اخدتها، واقيس على الخط الميل ده طول الكتف اللي هو مديهوني عندي في المقاسات. يبقى انا هنا عملت حاجتين، جيت على الخط الوهمي نزلت 4 سنتي، وبعد كده وصلت النقطتين ببعض، نقطة انتهاء حردة الرقبة الخلفية مع الخط، مع النقطة اللي أنا أخدتها على الخط الوهمي، وقست بعديها طول الكتف، فطلع عندي خط ميل الكتف اللي هو اتعمل عندي بالشكل ده. بعد ما أحط نقطة 4 في منتصف المسافة بين نقطة 2 والخط ايه واو، عشان اعمل حردة ايه، عشان اعمل حردة الابط. يبقى انا جيت هنا من وصلت الخط بتاعي بالنقطة بتلت الخط، وبعدين عملت الدوران زي ما احنا عملناه قبل كده، دوران حردة الايه، الابط. يبقى انا قست من فوق الخط اللي هو بتاع اللي انا عملته بتاع خط الابط دوت اللي هو خط ارتكاز البنسة، طلعت من عنده برضو مسافة 3 سنتي، وعملت خط مستقيم. بعد كده عملت دوران حردة مين؟ حردة الإبط. يبقى أنا كده عملت إيه؟ عملت حردة الرقبة، وعملت خط الكتف، وعملت حردة الإبط. كده الباترون بتاعي بتاع الخلف خلص. باترون الخلف خلص. طب مش ناقص فيه حاجة؟ ناقص طبعا، فيه ناقص إيه؟ ناقص التكسيم وناقص البنسات. نشوفها مع بعض كده. طبعا هنا بيقول لي بقى ان انا هكتب البيانات وهلون الباترون. انا هلون الجزء اللي انا عملته اللي هو حردة الرقبة الخلفية وخط الكتف وحردة الابط، لان هو ده الخطوط الاساسية اللي انا هقص عليها الباترون. نيجي بقى نشوف التكسيم والتوسيع والحاجات دي. هاجي بقى للتكسيم بتاعي، بيقول لي ان انا هاخد دوران الوسط. دوران ايه؟ دوران الوسط، واقسمه على 2، والناتج اللي هيطلع هطرحه من عرض الباترون. يعني انا دلوقتي دوران الوسط عندي 72، هقسمه على 2، والناتج اللي هيطلع اروح طرحه من ايه؟ من عرض الباترون. طبعا انا ما بقسم ده، التقسيم عندي ده بيتقسم على الامام والخلف، مش على الايه، مش على الامام بس. يعني انا لو انا هعمل الخلف بس، يبقى بدل ما اقسم دوران الوسط على 2 لا اقسمه على 4. فهمنا النقطه دي، ان انا بعمل تقسيم الوسط بدل ما اقسمه على 2 لا اقسمه على 4، عشان انا بعمل ايه، نص الخلف ونص للامام. هدخل بقى من تحت من عند خط الوسط من اسفل، وادخل مسافة التقسيم واعمل خط التقسيم بتاعي. يبقى كده انا عملت ايه، عملت الايه، التقسيم بتاع وسط الخلف حسب المقاس اللي عندي. هاجي بعد كده نعمل ايه، نعمل البنس. طبعا من الخط الوهمي اللي هو الاولاني، اول خط انا عندي بنسة
الخلف، في الامام، في الكورساج، بتبقى عبارة عن عرضها 3 سنتي، عرض البنسة كله 3 سنتي وطولها 10 سنتي. يعني البنسة عندي عرضها كام؟ عرضها 3 سنتي وطولها 10 سنتي. يبقى انا لما اجي اعمل البنسة هعمل البنسة بالطريقة ان انا هاجي من عند الخط الوهمي ده هقيس 1.5 يمين و1.5 شمال واطلع عليه 10 سنتي، واطلع عليه قد ايه؟ 10 سنتي، واروح عاملة ايه؟ عاملة الخط بتاعي. طيب هنا البنسة بتاعت الامام لو الخلف لو انا عملتها 10 سنتي هتبقى صغيرة، فطبعا هم قالوا لا، هنخلي بنسة الامام هي اللي 10 سنتي وبنسة الخلف 12 سنتي. فهي ايه؟ فانا كده بنسة الخلف هتبقى كام سنتي؟ هتبقى فوق في الكورساج 12 سنتي، لكن تحت في الجزء السفلي في الجونيلا هتبقى 15 سنتي. يبقى انا احفظ طول البنسة بتاعت الخلف 12 سنتي، عرضها كله 3 سنتي، يبقى انا هاخد من يمينها 1.5 ومن شمالها 1.5 واطلع 12 سنتي. كده انا عملت بنسة الخلف. فبنسة الخلف بتبقى اطول من بنسة الامام، عشان بنسة الامام انا بصرف فيها ساعات البنسة الصدر، فهي بتختلف عندي في ايه؟ في الطول. ده كده انا رسمت الكورساج بتاعي بتاع الخلف. هنيجي بعد كده ناخد الكورساج بتاع الامام، الجزء بتاع الامام. نشوف الخطوات مع بعض. هرسم المستطيل برضو، طوله يساوي طول الصدر وعرضه يساوي ربع محيط الصدر زائد 4 سنتي. ايه الخطوة دي؟ انا في الخلف اخدت ربع محيط الصدر وحطيته زي ما هو، ما زودتش عليه حاجة. لكن ايه اللي في الامام هنا؟ اخدت ربع محيط الصدر وزودت عليه 4 سنتي. طب ال4 سنتي دي ليه؟ ليه انا زودت على العرض بتاعي 4 سنتي؟ ال4 سنتي دولت انا زودتهم علشان راحة للباترون. راحة لايه؟ للباترون، لان الباترون عندي انا برسم باترون في بنص وهرسمه للاقمشة المنسوجة، فبالتالي لازم يكون الباترون في راحة في المقاسات، لان ممكن المقاسات اللي انا اخدتها دي يكون فيها نقص في المقاسات، فانا ال4 سنتي دي بتدي راحة للباترون اثناء رسم الباترون. فعشان كده لما بقول هرسم عرض الباترون في الامام بقول ربع محيط الصدر زائد 4 سنتي وطوله بيساوي طول الظهر. نشوف مع بعض. ادي المستطيل اللي انا رسمته. برسم المستطيل هنا عرض الباترون بيساوي ربع محيط الصدر زائد 4 سنتي وطوله بيساوي طول الظهر. يبقى انا الطول هنا ما اختلفناش، لكن العرض هو اللي اختلف عندي في الامام. هقسم المستطيل نفس ما قسمته هناك، هاخد عرض الباترون واقسمه على 3، هيطلع لي 4 اجزاء. يبقى نفس الخطوات اللي عملتها هناك هي نفس الخطوات اللي عاملها هنا، بس الفرق عندي ان عرض الباترون هنا بقى اكبر من عرض الامام، اكبر من عرض الخلف. كده بقى عندي اهو الباترون متقسم ل4 اجزاء، عرض الباترون وطول الباترون. عرض الباترون قلنا بيساوي عرض الصدر زائد 4 سنتي، وطول الباترون بيساوي طول الظهر اللي هو اللي انا اللي عندي في المقاسات. نشوف الخطوة اللي بعديها. برسم الخط هي هو اعلى الخط ب ج بمقدار نصف طول الظهر ناقص 2 سنتي. هنا في اختلاف، انا هناك كنت باخد طول الظهر وازود عليه 2 سنتي، لكن هنا انا باخد طول الظهر ونقص منه 2 سنتي، باخد نص طول الظهر ونقص منه 2 سنتي. يبقى هنا هيكون الخط ارتكاز البنسة وحردة الإبط أعلى من الخلف. يبقى هنا الخط هنا أعلى إيه؟ من الخلف. طب ليه بقى؟ لأن أنا عندي بنسة الصدر لما باجي أقفلها بتعدلي حردة الإبط، فبتديلي زيادة في الباترون، فلازم أعوض ده في إيه؟ في الارتفاع اللي انا عملته. يبقى انا هنا ان انا هقسم الباترون بتاعي بالعرض، ان انا عملت ايه؟ اخدت طول الظهر ونقصت منه 2 سنتي، اخدت طول الظهر نص طول الظهر ونقصت منه قد ايه؟ 2 سنتي. وعملت الخط اللي هو بتاع ارتكاز البنسة، خط ارتكاز البنسة وخط حردة عمق الابط.
خط عمق ايه؟ الابط. يبقى انا في الخلف استخدمت الخط بس في عمق الابط، لكن انا في الامام هنا هستخدمه الخط ايه؟ خط ارتكاز البنس. نكمل عشان ارسم بقى حرده الرقبه الايه؟ الاماميه. حرده الرقبه الاماميه هنا انا عندي حرده الرقبه الاماميه عرضها وطولها زي بعض، فانا هاخد اول خط وهمي هيقابلني هنا، هقيس مسافه الخط وانزل بيه واعمل الدوران. فممكن اعمله بالبرجل، يعني ممكن اقيس بالبرجل واعمل الدوران بتاع حرده الرقبه بتاعتي بايه؟ بالبرجل، لان هي ايه؟ هي كلها تعتبر نص دايره زي قد بعضها. يبقى انا هنا عشان اعمل حرده الرقبه زي ما احنا شايفين كده مع بعض، ان انا باخد بقيس على عرض البطرون المسافه بين الخط نصف الامام والمسافه بين الخط الوهمي، واعمل ايه؟ حرده الرقبه الاماميه. يبقى اول دي خطوه عملتها في البطرون في حرده الرقبه الاماميه، نشوفها مع بعض كده. يبقى انا عندي هنا حرده الرقبه الاماميه، ان انا عملت الدوران بتاعها، ممكن اعمله بايدي او اعمله بالبرجل، ان انا بقف على الحرف بتاع البطرون من فوق واعمل الدوران بتاعي. نكمل مع بعض. هاجي هنا بقى عشان اعمل خط ارتكاز بنسة الصدر، واخد بالي من الخطوة دي كويس جدا، عشان اعمل خطوة ارتكاز بنسة الصدر واعمل بنسة الوسط بتاعة الامام، هاجي من عند الخط الفاصل وقيس 3 سنتي. من عند الخط الفاصل وقيس 3 سنتي على الخط الوهمي اللي انا عاملاه ده اللي هو بتاع ارتكاز بنسة الصدر، وبقيس برضو من تحت من عند خط الوسط علشان يطلع الخط عندي مستقيم. انا لازم تبقى خطوط البطرون عندي كلها مستقيمة، ما تكونش خطوط منحنية، يعني لازم يكون الخطوط مقاسات بتاعتي كلها خطوط مستقيمة، ما يكونش في خط مايل سنة ولا في واحد ملي ناقص ولا واحد ملي زيادة، لان اي سنتي او اي ملي بيفرق معايا في رسم البطرون. يبقى اول حاجة ان انا قسمت الخط اهو، ان انا دخلت 3 سنتي، فيعتبر الخط الوهم الخط اللي انا عملته بتاع الارتكاز البنسة جه بين الخطين الوهميين الاولانيين وبمسافة 3 سنتي. بعد كده هقيس ايه؟ انا هو مديني في المقاسات، بيبقى مديني طول البنسة، مديني ايه؟ مديني طول بنسة الصدر، بتبقى من 20 22 سنتي، ما بتزيدش عن كده. فبقيس طول بنسة الصدر، بقيس منين بقى؟ بالمزورة، بستخدم المزورة ما بستخدمش المسطرة علشان اطلع النقطة صح. فبقيس بالمزورة من عند حردة الرقبة لغاية الخط بتاع الارتكاز اللي انا عاملاه ده، خط البنسة ده، واروح قايسة بيه لغاية ما اوصل لمين؟ اوصل للطول بتاع البنسة اللي انا ايه؟ اللي انا عايزه، واروح حاطه بنقطه زي ما احنا عاملين كده، واروح موصلاها بخط مستقيم. يبقى اول حاجه ان انا هقيس من حرده الرقبه الاماميه لغايه الخط اللي انا عملته بتاع الارتكاز بتاع البنسه دوت، وايه؟ واروح ايه؟ عامله نقطه واروح موصلاها بخط مستقيم. يبقى انا كده رسمت اول ضلع من البنسه، رسمت ايه؟ اول ضلع من البنسه. طب هي البنسه ليها ضلع تاني؟ اه ليها ضلع تاني. طب هجيبه ازاي الضلع التاني؟ نشوفه مع بعض. عشان اقيس الضلع التاني باخد المسافة بتاعتي، ان هي إيه؟ الخط الوهمي اللي عندي ده بدخل منه 1 سنتي، بدخل من الخط الوهمي التاني ده 1 سنتي، واروح قايسة من عنده ايه؟ الطول اللي طلع عندي في الضلع البنسة الاولاني بقيسه على طول الضلع البنسة التاني. يعني انا بدخل الاول 1 سنتي من الخط الوهمي، وبعد كده اروح قايسة ضلع طول ضلع البنسة عندي واشوف ضلع البنسة هيوصل لغاية فين، وبعدين اروح موصلاه بنقطة زي كده. كده انا وصلت ايه؟ طول الضلع البنسة التاني، دخلت 1 سنتي، وبعد كده قست الايه؟ الطول الضلع الاول قيسته على الطول التاني عشان اطلع الضلع التاني من البنسة، واروح موصلاه بالمسافة دي. يبقى كده انا عملت ايه؟ عملت ايه؟ البنسة بتاعة الصدر كاملة. تمام؟
عشان اعمل بقى ايه؟ عشان اعمل خط الكتف، اعمل ايه؟ خط الكتف. باجي من عند خط الكتف ده وهنزل مسافة قد ايه؟ مسافة اهي 3 سنتي، نفس المسافة اللي نزلتها هناك. هي هناك انا نزلتها 3 سنتي، لكن هنا انا هنزلها ان ايه؟ مسافة ايه؟ 2 3 سنتي برضو، عشان اعمل خط ميل الكتف. وبقيس على الخط دوت طول الكتف بتاعي، بقيس على الخط الوهمي اللي انا عملته ده، بقيس عليه طول الكتف بتاعي. يعني لازم ممكن اقيس كتف بتاع الخلف وايه واطبقه بالامام، لان الكتفين عندي هيبقوا مقاس واحد، يعني الكتفين هيتركبوا على بعض، فلازم الكتف ايه، كتف الامام وكتف الخلف يبقوا زي بعض بالظبط. بعد ما برسم كتف الكتف، باجي هنا اطلع من الخط بتاع الارتكاز بتاع البنسة ده او خط عمق الابط، بطلع منه مسافة 3 سنتي، واروح عاملة نقطة علشان اعمل ايه؟ اعمل الخط المايل بتاع حردة الابط اهو. بعد كده بعمل الدوران بتاع حردة الابط زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طبعا انا لو عندي مسطرة، اللي هي قلنا المسطرة اللي هي المدورة اللي هي الطرية او الريجة او مسطرة الاشكال المنحنيات، هعمل الدورانات بتاعة الابط هتطلع عندي مظبوطة. بعد ما بخلص كده، انا كده ايه؟ عملت حردة الرقبة الامامية، عملت البنسة بتاعة الصدر، عملت الكتف، عملت حردة الابط. لو اخدنا بالنا ان حردة الابط عندي كده بتبقاش مظبوطة، بس انا لما بقفل البنسة بتتظبط عندي ايه؟ حردة الابط بتتعدل، يعني هنشوفها بعد كده في الموديلات اللي احنا ايه هنشتغل فيها بعد كده. نكمل مع بعض هنا. بعد كده هلون البطروم بتاعي، ادي بلون حردة الرقبة الامامية. طبعا احنا لو اخدنا بالنا ان انا بلون الامام بالاحمر والخلف بالازرق على طول، لازم اكون كاتب بياناتي جوه البطرون مش خارج البطرون، لان الايه؟ لان انا هقص الخطوط اللي انا بلونها، فما دام بقص الخطوط اللي انا بلونها لازم ايه؟ الخطوط اللي انا بلونها دي تكون البيانات بتاعتها جوه البطرون، علشان لما اجي اقص ما تبقى ابقى عارف انا كل خط ده لايه. وكمان لازم برضو هنوضحها مع بعض، ان انا لازم اكون عامل اتجاه النسيج علشان خاطر لما اجي احط البطرون على القماش. يبقى انا هنا كده عملت ايه؟ رسمت حردة الرقبة الامامية وخط الكتف وحردة ابط الامام وبنسة الصدر، وحددت خط نصف الامام وخط الجنب. كده فاضل عندي ايه؟ فاضل عندي حاجتين. فاضل عندي ايه؟ حاجتين. ايه هما الحاجتين دول؟ تقسيم الامام وبنسة الصدر. تقسيم الامام وبنسة الصدر، تعال نشوفها مع بعض. ازاي اعمل بقى تقسيم الوسط بتاع الامام؟ زي ما عملناه في الخلف هنعمله في الامام. احنا بنقول هاخد دوران الوسط، هنا طبعا بقسمه على 2 لو انا عشان احسب الامام والخلف، لكن انا برسم للامام بس، يبقى انا هعمل دوران الوسط واقسمه على 4، والناتج اللي هيطلع هطرحه من عرض البطرون، فهيطلع لي مسافة التقسيم. يبقى انا هاخد دوران الوسط واقسمه على 4 وهطرحه من عرض البطرون، هيطلع لي تقسيم الايه؟ الوسط بتاع الامام. ادي الشكل بتاعي بتاع التقسيم. احنا عملنا البنسة الاول، طب خلاص نشرح البنسة. طيب الاول وهنا هاجي بعد كده اعمل بنسة الوسط بتاعت الامام. بنسة الوسط نفس الخط الوهمي اللي انا عاملاه عشان اعمل منه ارتكاز بنسة الصدر، باجي اقيس من تحت بنسة الوسط. بنسة الوسط دي في الامام طولها 10 سنتي، عرضها 2 سنتي. ايه ده؟ دي اقل من الخلف. الخلف كان طولها 12 عرضها 3، لكن في الامام ايه؟ طولها 10 عرضها 2 سنتي. يعني كده في الامام هي عرضها صغير مش عرضها كبير. يعني انا مجموع البنس كلها في الوسط، هي لو انا جمعت بنسة الامام مع بنسة الخلف هتطلع كام؟ هتطلع 5 سنتي. هتطلع كام؟ 5 سنتي. يبقى انا هنا كده يبقى انا عندي عرض بنسة الامام 2 سنتي. فاجي من عند الخط الوهمي دوت بقيس اللي هو الخط بتاع البنسة، بقيس 1 سنتي يمين 1 سنتي شمال،
وارتفع 10 سنتي واروح موصلاها، بتبقى شكل المثلث اللي احنا شايفينه كده، ودي بتبقى بنسه ايه؟ بنسه الصدر. هتطلع بنفس الشكل بتاعي ده، دي بنسه ايه؟ بنسه الصدر. طب يبقى احنا كده رسمنا بنسه الصدر، رسمنا بنسه الوسط، يبقى كده احنا ايه؟ رسمنا الكورساج الجزء العلوي، خلصنا الامام وخلصنا الخلف. هنيجي بعد كده ناخد ازاي اطول بقى الباترون، اعمل الجزء السفلي بتاعي، الجزء السفلي بتاع الباترون، لان احنا كده اخدنا الجزء العلوي. الجزء السفلي بقى اللي هو الايه؟ اللي هو الجزء ان انا هكمل الباترون بالكامل. طبعا انا عندي هنا بقيس الطول بتاع الباترون، بقيس الطول الباترون حسب الطول اللي انا عايزه، يعني سواء كنت هعمل جيبه، هعمل فستان، هعمل بلوزه، هعمل جاكيت، يبقى انا هاخد الطول بتاعي. فطبعا انا بعد خط الوسط بقيس خط الجنب، يعني بعد خط الوسط بقيس ايه؟ طول خط الجنب اللي هو دايما بيبقى ايه؟ 20 سنتي. وبعد كده بقيس الطول الكلي حسب ما انا عايز، يعني ممكن تكون طول البلوزه لغايه خط الجنب، ممكن بعد خط الجنب، طول الجاكيت ممكن يبقى خط الجنب بعد خط الجنب، لو الفستان يبقى انا بقيس الطول الفستان حسب الطول اللي انا عايزه، سواء فوق الركبه او تحت الركبه. يبقى هنبرسم ايه؟ برسم الباترون بتاعي كامل. يبقى هنا زي ما احنا شايفين، هنشوف مع بعض كده، انا برسم الباترون، بمد الخطوط بتاعتي خطوط عمودية واقفل بيها الباترون من اسفل. برسم ايه؟ بعمل خطوط الباترون خطوط عمودية واقفل بيها الباترون من اسفل. هاجي اعمل البنسة بتاعت الامام اللي هي البنسة السفلية. طبعا احنا عندنا البنسة العلوية طولها كام؟ طولها 10 سنتي. طب في الجونيلا تحت بقى، في الكورساج في الباترون الاساسي بقى من تحت، بيبقى طولها كام؟ بيبقى طولها 12، يعني هي طولها فوق 10 ومن تحت ايه؟ 12 سنتي. فباجي بقيس من تحت على نفس الخط، بقيس 12 سنتي واوصل الضلعين بتوع البنسة مع بعض، يبقى كده انا عملت بنسة الوسط كاملة، عملت بنسة ايه؟ بنسة الوسط كاملة في الامام وايه؟ على خط الوسط. يبقى كده الجزء اللي تحت بقى حسب بقى الطول اللي انا عايزاه، سواء هعمل جاكيت، هعمل بلوزه، هعمل فستان، انا باخد الطول حسب ما انا عايزه، بس اهم حاجه يبقى الباترون بتاعي متحدد عليه بنسه الصدر وبنسه الوسط وخط الوسط وخط الجنب. طبعا انا لما بلون الباترون بيبقى الباترون عندي بسيط وسهل وواضح، عندي مع كتابه البيانات بيبقى واضح عندي الخطوط بتاعتي مظبوطه. فكده الباترون بعد ما انا عملته، عملت التكسيم كمان بتاع الوسط، بقى عندي هنا حردة الرقبة، عندي بنسة الصدر، عندي حردة الإبط وخط الكتف، عندي التكسيم بتاع وسط الأمام، عندي خط نصف الأمام، عندي خط الوسط وبنسة وسط الأمام وخط الجنب. يبقى أنا كده الباترون بتاعي ده معمول على اساس ان هو يبقى ايه؟ الطول اللي انا عايزه حسب ايه؟ رؤيتي للموديل اللي انا هنفذ دي الباترون. نيجي نشوف بقى باترون الخلف، برده هعمل نفس الموضوع، هطول الاضلاع بتاعتي تبقى اضلاع عموديه، هطول خطوط الباترون عموديا بحيث ان انا اقفل الباترون من تحت، وهشتغل على بنسه الخلف عشان اعمل البنسه بتاعه الخلف بتاع خط الوسط. نكمل هنا. طبعا البنسه بتاعه الخلف احنا قايلين ان هي في الكورساج كانت البنسه فوق 12 وعرضها 3 سنتي، في تحت بقى البنسه في الباترون الاساسي بتبقى طولها 15 وبرده نفس العرض بتاع البنسه، فانا هطول البنسه من تحت، هقيس طول 15 واقفل ايه؟ البنسه، فهتديني شكل الايه؟ شكل المثلث من فوق ومن تحت. وكده انا رسمت ايه؟ رسمت البنسه بتاعه الوسط بتاع الخلف، والباترون عندي جاهز. هعمل بقى فاضل التكسيم، هعمل خط التكسيم بتاعي بتاع الخلف، وهيبقى هنا عندي البيانات بتاعتي كامله، حرده رقبه الخلف، خط الكتف، حرده ابط الخلف، خط نصف الخلف، وبنسه وسط الخلف، وخط الوسط، وتكسيم وسط الخلف، وخط الجنب.
كده انا خلصت البطرون بتاعي، رسمت الكورساج ورسمت البطرون الاساسي بتاعي. يبقى انا رسمت حاجتين، عملت حاجتين، عملت الكورساج اللي هو الجزء العلوي في البطرون، وبعدين كملت البطرون الاساسي بتاعي من تحت. كده انا رسمت البطرون الاساسي كامل. طب فاضل ايه بقى؟ هل انا دلوقتي لو ادوني، لو اخدت موديل هقدر اعمله ارسمه؟ اه طبعا هقدر ارسمه كويس جدا، بس هنا في حاجه مهمه جدا، ان انا طبعا البطرون بتاعي ده ناقص، لان انا اي بطرون لازم يبقى فيه ايه؟ فيه كم. يعني اكيد ان انا البطرون بتاعي ده لازم اخد طريقه رسم الكم عشان اعرف ارسم البطرون. فهناخد مع بعض خطوات رسم البطرون، تعالوا نشوفها مع بعض كده. الكم بقى، الكم ده يعتبر من القطع المكمله لقطعه الملابس، يعني الكم ده يعتبر القطعه المكمله لقطعه الملابس. وبقول ان الكم ده ليه اشكال كتير جدا مختلفه، اشكال وقصات كتير، وفي منه الطويل وفي منه القصير. طبعا بيختلف حسب الموديل، حسب الموديل اللي قدامي انا بعمل البطرون بتاع الكم. طيب هنا بقى بيقول ان الكم له انواع واشكال كثيره ومختلفه، موديلات عديده، ولكن جميع هذه الانواع تتفق في البطرون الاساسي. يعني ان البطرون الاساسي بتاع الكم هو بطرون اساسي، وانا اللي بحط عليه القصه حسب الايه، الشكل اللي انا عايزه. والكم طبعا ما عدا الجاكيت، الجاكيت الوحيد اللي ليه اللي قصته مختلف. يعني احنا هناخد بعد كده ازاي لو انا هعمل جاكيت، الجاكيت الوحيد اللي قصته بتبقى مختلفه. لكن انا عندي البطرون الاساسي بتاع الكم واحد لكل الايه، لكل الموديلات وكل الاشكال بتاعه الكم. ناخد بقى مع بعض، احنا هنحط مقاسات افتراضيه وهنبدا نشتغل عليها علشان نعرف القاعدة الأساسية لرسم البطرون ايه. أول حاجة عندي طبعا أنا باخد المقاسات دي، مقاسات الكم. طبعا احنا شرحنا المقاسات قبل كده، فدي المقاسات بتاعة الكم اللي أنا هعملها عشان أرسم البطرون بتاعي. أول حاجة محيط الذراع، يبقى أنا باخد محيط الذراع اللي هو 32 سنتي، وبعد كده محيط الإسورة 30 سنتي، وبعدين ارتفاع الكم 14 سنتي، وبعدين طول الكم 58 سنتي. يبقى انا كده عندي هنا انا بعمل الكم الطويل، لو كم قصير يبقى الكم ايه، هيبقى حسب الطول اللي انا عايزه. طيب هنا محيط الذراع بيقول لي 32، محيط الاسوره 30 سنتي، ارتفاع الكم 14 سنتي، طول الكم 58 سنتي. طب نشوف مع بعض كده. طبعا انا بقيس بشريط القياس بتاعي، بقيس دوران حرده الابط الاماميه او الخلفيه من على البطرون. يعني انا بقيس الدوران بتاع حرده الابط الاماميه او الخلفيه من على البطرون. طب الدوران دوت بتاع الحرده دي هيطلع عندي 14 سنتي، هو ده ارتفاع الكم، هو ده مسافه ايه، مسافه ارتفاع الكم اللي هو اللي احنا هنشتغل عليه. تعالوا نشوف بقى الخطوات. اول حاجه بشوف خطوات رسم ايه، رسم الكم. اول حاجه يؤخذ محيط الذراع ويضاف اليه 4 سنتي اساسي. يعني انا هاخد محيط الذراع واضيف عليه 4 سنتي اساسي. ده زي الامام اللي انا اخدته، مش انا اخدت في الامام عرض الصدر وزودت عليه 4 سنتي، كمان في الكم هاخد عرض الكم وازود عليه ايه، 4 سنتي. ليه؟ لراحه الكم، لراحه البطرون. يبقى انا بزود ال 4 سنتي دي لراحه البطرون. يبقى انا احفظ الخطوات دي اساسي، ان انا ال 4 سنتي اللي بزودها دي عشان راحه ايه، راحه البطرون. طب ويضاف اليه 4 سنتي اساسي لكل مقاس، الناتج يكون عرض البطرون. يعني انا هاخد 32 اللي هو محيط الذراع وازود عليه 4 سنتي هيديني 36 سنتي. يبقى كده ال 36 سنتي دي اللي هي ايه، اللي هي عرض البطرون بتاع الكم اهي. ماشي، هرسم بقى ايه، الخط 1 و2 بعرض البطرون، واقسم الخط ده لاربع اجزاء متساويه في النقطه 3 و4 و5. نشوفها كده، ادي الخط بتاعي اهو، انا رسمت الخط ده عرضه بيساوي 36 سنتي. جت منين ال 36؟ انا قلت محيط الذراع هزود عليه 4 سنتي اساسي هيديني عرض البطرون. يبقى انا محيط الذراع هزود عليه 4 سنتي اساسي هيديني ايه، هيديني عرض البطرون.
وبعد كده قسمت الخط ده على ايه، 4 أجزاء متساوية. يعني قسمت الخط ده على 4 أجزاء متساوية، تمام. بعد كده برتفع من 3 ل6 سنتي بمسافة ربع الخط 1 و2، بمسافة ربع الخط ايه، 1 و2، ماشي، عشان ارسم الكم. احنا هنقف لغاية الجزء ده النهاردة، وهنكمل الحلقة التانية بقية رسم بطرون الكم بقى بالتفصيل. واتمنى ان انتوا النهاردة تراجعوا على البطرون الاساسي وترسموه، ولو في اي اسئلة او في استفسارات احنا تحت امركم، ومستنيين اسئلتكم على ايه، القناة التعليمية بتاعتنا. واشوفكم على خير في الحلقة القادمة.